احنا رصدنا مكانين، واحد في القلوبيه وده في شخص واحد، في عائلين في شقه في التجمع. اذا سيادتك اذنت لي يا فندم اطلع التجمع. ماشي، هتروح انت وجاد، وحيد هيطلع مع العمليات الخاصه للقلوبيه. خير يا باشا؟ هنطلع القلوبيه يا يوسف، واحد من اللي قتل المقدم مبروك عايش ومستخبي هناك، الواد ده لازم يتجاب حي. على الله. اطلع. السلام عليك يا يوسف بيه. يا كبير، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، البقاء لله. محمد ابنك عامل ايه؟ مطلع عيني والله باشا. يلا عصب، يلا عصب. اعمل لنا شاي يا بت. حاضر. اثبت يا له، اثبت يا سهر. خش 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 اقعد على ارضي. ايدك فوق. ولا اوعى السلاح هنا. سلم نفسك. ابعد عنه. سيبه. ابعد عنه. انت بتعمله ايه؟ انت بتعمله ايه؟ انا بقولك ابعد. محمد ابن يوسف. محمد ابن يوسف. محمد ابن يوسف. ان شاء الله خير. اجمل 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 اجمل. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. يا رب يا رب خير. يا رب يا رب خير. ما طمني يا يوسف. ما طمني. ان شاء الله خير. في حياتك. بقى لله. مش انت حلكم. هقول ايه؟ هقول ايه؟ ممكن يتبعوا على دلوقتي بقى ويطلع كمان. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم. هقول ايه؟ هقول ايه؟ ممكن يتبعوا على دلوقتي بقى ويطلع كمان. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم. كفر الكلاب كلاب. عليا اسمعيني بس، اسمعيني. انت عارفة انا بحبك قد ايه؟ متأكدة. احنا مش هينفع نكمل مع بعض. اعمل ايه يا ربي؟ انا كان احسن واحد في الدنيا، كان احسن واحد في الدنيا، كان نفسي شرايينه للشهاده. مش هينفع اعمل فيكي كده. جوزي حصور طبيعي، ينفع يكمل معاها حياتك. كملي معاها حياتك.
صحيت الصبح تلاقي مات. خلي بالك من نفسك. فندم ممكن اعرف سيادتك مش عايزني احقق معاه ليه؟ انت ايه رايك يا زكريا؟ يا ترى عشان طاقه الغضب اللي جواك ولا عشان ما نمتش بقالك اكتر من 48 ساعه؟ في ايه يا زكريا؟ خلينا نشوف شغلنا. انا اسف يا فندم، انا بس عاوز اعرف. كلنا عايزين نعرف وكلنا عايزين نجيب حق مبروك، بس مش باللي بتعمله ده. تمام يا فندم. عملت ايه يا جاد؟ الحمد لله اتكلم وقال على ناس كانت معاه، وقدرت اعرف منه كمان الهدف اللي كانوا بيشتغل عليه دلوقتي. مين انت يا زكريا؟